كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الولاد دول واسمحهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوه انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك انا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي يطلعوني وسوف بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم اتحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني. لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله أنا نفسي رايحاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة. واحد كمالة يا متولي. أنا وشيفة يا ريس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا إنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس. بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان. الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. اقعد. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدس بجبة، عليهم شوية تقلية،
دول يعملوا كام؟ يا ريس أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا أنت غرقان في السيمون في مي والجمبري؟ يا ريس دي إشاعات مغرضة، الهدف منها تشويه صورة الوزارة قدام سعادتك. طبق الكشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، إحنا مراقبين الأسعار كويس قوي. أنا عن نفسي لسه أول امبارح واكل عند أبو طارق الطبق بنص جنيه. عند أبو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس. ادينا أبو طارق. أبو طارق بتاع الكشري يا ابني مش أبو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبلة وإثارة الرأي العام، لازم نعرف مصدر المعلومة مين. يا حازم بيه مش مهم مصدر المعلومة، المهم هي صح ولا لأ. والرئيس اتغدى إيه امبارح؟ كشري يا فندم. أنت قلت لسعادة الرئيس إن طبق كشري بخمسة جنيه؟ سألني يا حازم بيه وكان لازم أرد على سعادته. وأنت تقول له بصفتك إيه؟ عملت لنا أزمة في البلد. يا فندم الناس كلها عارفة. آخر إنذار ليك يا متولي. بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ اه النعمة الشريفة يا ريس. دقيق نمرة واحد، قمح امريكاني، خميرة طلياني. أنا عايز أكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكرة جيب لي عيش من فرن بلدي. عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش يا باشا. وده بعيش ماك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الأمانة يا فندم الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومة مفاجأة من الأخر. تفضل. في الحقيقة أنا حبيت نتغدى مع بعض النهاردة ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون أي رسميات عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس. نزل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. كل ده من عربية في السيدة، من عند واحد اسمه ايه يا متولي؟
حنفي لا مؤاخذة. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جايز تلاقوا في الاكل اشياء غريبة. بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع لنا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. اتفضلوا. وزير التموين عامل رد فعل واسع جدا، الناس فرحانة في الشوارع. كريم بيه، أنا شايف إننا نجيب طباخ تاني للريس مكان متولي. ليه يا حازم بيه؟ الولد ده من الأول أنا قلت عليه إن لسانه طويل وبيتكلم كتير. أيوه بس سيادة الريس عارف كويس قوي هو بيعمل إيه. سيادة الريس مشاغله كتير، وإذا سألناه في كل صغيرة وكبيرة بكده إحنا بنزود مشاغله أكتر. ها يا حازم بيه، اسمح لي بقى المره دي انا اختلف معاك وبشده كمان. شكرا يا عبد الله. سياده الرئيس مشغول في المقام الاول بمحدود الدخل. الناس يا حازم بيه هم اهم حاجه بيشغلوا سياده الرئيس. كريم بيه، في كلام ان الولد ده بينقل صوره غلط عن اداء الوزارات للسيد الرئيس، وان الكلام ده هو السبب الاساسي لاقاله وزير التموين. اطمن يا حازم بيه، سيادة الرئيس ما بياخدش أي قرار إلا لما يكون متأكد منه ودارس حيثياته كويس. أنا عاوز أفهم، أنا متجوزة راجل ولا قفص جوافة؟ قفص جوافة. وبعدين جايز الناظر ما كانش يقصد، وأنت فهمتي الموضوع غلط. هو إيه اللي ما كانش يقصد؟ بقولك حاول يبوسني. حاول يبوسك وانت ضربتيه زي ما قلتي، يعني خد جزاء وخلاص. يا راجل افهم، الراجل عايز يرفدني، محولني للتحقيق. خلاص ما تروحيش انت بكره المدرسه وانا هعدي عليها هزقه. خلاص فكيها بقى، احنا ما صدقنا اهلك اتخمدوا بدري النهارده. اوعى، ما فيش في دماغك غير قله الادب وبس. طب هاتي بوسه. طيب احترم نفسك يا متولي. يا بنت في ايه؟ انا جوزك وانا الناظر. طب اطفي النور الاول. احلى جمله احب اسمعها في النوم حالا. هو فين البتاع؟ مفيش حصص العاب تاني في المدرسه، خلاص انا لغيت.
هيئه الالعاب ومفيش ابلة انشراح. اقول لكم انا لغيت الفسحه كمان. طب الناظر ايه؟ الواحد عايز يقابل حضرتك بره. ومين ده؟ اسمه متولي. خليه يدخل الانشراح. حضرتك انا اسمي متولي، جوز ابلة انشراح، مدرس الالعاب اللي سعادتك كنت عايز تبوسها. بوسها؟ وانت جاي عايز تعمل ايه يعني؟ المدام متحوله للشؤون القانونيه. شؤون قانونيه ايه يا عم؟ خلينا نتكلم مع بعض بقى. اتفضل من هنا يا استاذ. اورني طلع الجنه اللي بره. يا عم في ايه مالك؟ ما تخليناش بقى نتهور عليك ومد ايدي عليك بقى. انت بتهددني بمكتبي ودي نغلى من البوليس؟ ايه؟ عامل عصابه انت والمدام؟ بلطجه انت؟ امسكوا الجنه ده لحد ما بلغ البوليس. عبد الفضيل فيه؟ وزير التربيه والتعليم بيمر في زياره مفاجاه للمدرسه. معالي الوزير زير في المدرسه؟ غور من وشي. غور يا سيادة الوزير. اتفضل. احنا بنرحب بسيادة الوزير وبزيارته المفاجأة. سمعونا النشيد يا ولاد. ابتدي. بالعين احمر. لا مش دي. ابتدي. احنا بالحمد نرجل والحمد. ولا دي نشيد الوزير. ابتدي. سبقتي من ابنائي وبناتي، اشكركم وأحب دلوقتي أشوفكم في الفصول. اتفضلوا. معقولة؟ متولي؟ إزيك يا متولي؟ سعادة الوزير معاليكم وعشني جدا يا فندم. يا راجل يا بكاش، أنت مش قلت إنك هتيجي عند الوزارة وتشرب معاه الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى وأنت سيد العارفين. أيوه أنا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصه جميله يا متولي. مع الف سلامه يا باشا. شرفت المدرسه يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل مستني ايه؟ متولي بيه اللي ما يعرفك يجهلك، تسمح لابوسك؟ هيبقى انا ومراتي عبد الفضيل. اخلع ورا الوزير الانتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى، انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان ولا راح ولا جه؟ بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التعليم ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان ايام ما كان وزير صغير والاكل عجبه، عشان كده شايل لك الجميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلو عليك. قول لي واحده تانية. انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همومه. هو في حاجه حصلت لي كده، هي مش نكته، موقف يعني حصل لي وانا بشتغل على العربيه. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك اعمل 2 طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلديه. قام الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، ادى طاجن الكهرباء اللي بتوع البلديه وادى طاجن البلديه اللي بتوع الكهرباء. راحوا بتوع البلدية جم شايلين العربية وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا. يظهر إن أنا عكيت يا فندم.
بايخة مش كده؟ فعلا بايخة قوي. ايوه كده يا سيادة الريس، بلد بتنضف صحيح، الفساد بقى للركب. ولع ولع. طارق بالنسبة لنا؟ اه بالنسبة لك انت؟ تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لينزل بس. انت بتشتغل يا يالا؟ يا بابا الله يا باشا. الله الله. والحاح؟ نعم؟ والحاحة. أنا يا باشا؟ أمال أمي؟ خد يا ابني على البوكس. أنا عايز أعرف أنا عملت إيه بس يا باشا؟ مشتبه فيك يا أخي. آه لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ الله. طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو أنا لحقت يا كريم باشا؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي إمبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في القسم. أنا بقول لك أهو، مش عايزين نزعله على الصبح. قول له إنك دخلت في باب، وقعت على وشك، أي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للرئيس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ رئيس أنا مسكوني تحري يا رئيس، اشتبهوا فيا. احكي لي اللي حصل بالظبط. أول ما مسكوني ركبوني البوكس مكيف، وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافة، عصير فراولة حلو يعني، وبعدين ندوا لكل واحد مننا فوطة سخنة طلع ريحة كده، بس ريحة حلوة. وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده حلوة قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. وهم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. الصور ده متولي وراء شعب عظيم أوي، حضارة وتاريخ، 75 مليون أنا مسؤول عنهم كلهم، مسؤول عن أمنهم، عن أكلهم وشربهم، عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا الرئيس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. تخيل نفسك يا متولي بقيت رئيس جمهورية لمدة دقيقة مثلا، تعمل ايه؟ أنا رئيس؟ أنا رئيس جمهورية يعني؟ أنا شوف سعادتك، أنا أول حاجة هعملها إن شاء الله. المدة خلصت يا متولي. هو أنا لحقت يا رئيس؟ بس إيه رأي سعادتك فيا وأنا رئيس جمهورية؟ لابد أن تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا إلى حل جذري للعديد من المشكلات.